إذا الحديث أكثر عن الإهمال في صحة نينوى، ينضم إلينا الناشط سعد الوزان. مساء الخير على حضرتك سعد. 200 سرير تستوعب 77 ألف مراجع، طبعا هذه الأعداد خلال شهر واحد 30 يوم. يمكن هذا الخبر ما تسمعه فقط في العراق وتحديدا في محافظة نينوى، شنو أسباب ذلك وحقيقة ذلك أيضا؟ مساء الخير عليك وعلى متابعيكم الكرام وعلى قناتكم الكريمة. اليوم يمكن اللقاء راح يختلف عن بقية اللقاءات، لأن في كل مرة نذكر أنه أكو فساد في دائرة صحة نينوى، أكو فساد بغير دوائر، ولكن اليوم أكو وثائق، أكو أرقام، أكو بيانات. ممكن إحنا إذا تسمح لي أنه نستغل هذا الوقت اليوم بالظهور على القناة ونطرح بعض المشاكل وملفات الفساد اللي موجودة في دائرة صحة نينوى. ممكن نبديها بأول يعني المشاريع أو الفساد اللي موجود من الأقل ونروح بهذا الاتجاه بشكل أكثر. عندنا سابقاً أنه صارت مقاولة اللي هي مكتب السيد مدير عام صحة نينوى اللي مساحته قرابة 70 متر. هذا المكتب تم ترميم الطابق الأول وإضافة الطابق الثاني بمبلغ يصل قيمة 240 مليون، مساحة بناء 70 متر. رمموا الطابق الأول وضافوا الطابق الثاني ب 240 مليون. هذا الملف تحديدا ذهب إلى دائرة النزاهة، وتم إعادته من دائرة النزاهة إلى دائرة صحة نينوى لاعتدال الأسعار وتشكيل لجنة وغيرها، ولليوم ما انتهى هذا الملف. احنا اليوم نسأل دائرة النزاهة في نينوى وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية بمتابعة هذا الأمر وإلى وين وصل، وهل راح يبقى هذا الملف مفتوح؟ هذا نبديها مثل ما ذكرنا، نبديها من القليلة. طيب. نتجاوز الأمر الآخر اللي هو تقريبا أربع ملفات موجودة اليوم حتى نستغل الوقت. تم شراء معقمات خلال هذه السنة سنة 2022 من قبل دائرة صحة نينوى بعقد ما يقارب المليار دينار عراقي. هذه المعقمات اللي تم شراءها هي بالأصل للمستشفيات، فيها معقمات ومكتفية من هذه المعقمات بحسبة بسيطة، واللي أي لجنة المشتريات وغيرها والإداريين الموجودين يحسب كمية استهلاك هذه المستشفيات للمعقمات على العقد اللي تم تجهيزه لصحة نينوى، راح تشوف إنه هاي المواد راح تدخل إكسباير. هذا مو هدر بالمال العام، هذا مو المفروض النزاهة اليوم تتدخل، ما المفروض الحكومة المحلية تتدخل، وهاي احنا عم نطرحها للإعلام وأمام الناس وأمام الرأي العام، وخلي يتابعون هاي الملفات اللي تعتبر بسيطة بالنسبة مع يحدث داخل دائرة صحة نينوى. الأمر الثالث، اكو بعض المستشفيات فيها خزانات للأكسجين السائل، تعرف احنا كنا في جائحة كورونا، فنضاف كثير للمستشفيات مخازن للأكسجين السائل. قيمة هذا العقد مقارنة بما يستحق من التنفيذ وبالمبالغ الفعلية يمكن ما يصل إلى 50% من قيمة العقد، ما بين قيمة العقد والتنفيذ. هذا ما هدر بالمال العام، وممكن أثبت لك ببعض العقود هي لأن عقود تكون شهرية. أكو عقد صار ب 66 مليون و 600 ألف، الشهر اللي بعده ما فرق أي شيء، صار العقد ب 73 مليون و 700 ألف، يعني زاد 7 ملايين و100 ألف، هاي على المستوى الشهري. هذا مو هدر بالمال العام يا لجنة النزاهة، يا دائرة صحة نينوى، يا حكومتنا المحلية، يا حكومتنا المركزية، هذا مو هدر. يحكون على إعمار المستشفيات وثورة الإعمار في صحة نينوى يعني الشيء اللي عايصير اليوم بالموصل، المجمع الطبي اللي هو مدينة الطب اللي تقع في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مستشفى الأورام والطب النووي تمويلها من اليو ان دي بي، مستشفى البتول هي مستشفى نسائية تمويلها من اليو ان دي بي، مصرف الدم تمويلها من اليو ان دي بي، معهد الأشعة تمويلها من اليو ان دي بي، فقط مستشفى الطوارئ الجمهوري اللي هو تمويله من قبل اللي صار على تنمية الأقاليم لسنة 2020. زين فلوسنا مع المستشفيات اللي تضررت وين راحت؟ فلوس الإعمار المستشفيات مال مدينة الموصل وين عصير إذا كل المستشفيات مالنا عاد تنبني بطريقة المنظمات والمنظمات الدولية وتمويل المنظمات الدولية. أنهي ما ذكرت حتى استفاد من الوقت. اليوم أكو إعمار مشروع تأهيل مستشفى السلام التعليمي، هاي اللي تضررت بعمليات التحرير وغيرها،
واليوم يعيدون بناها. تم التعاقد مع بعض الشركات، وكان من ضمن الشركات اللي يجب تجهيز، تعرف براندات، هو اللي هو التشيلر مال التبريد، حتى يكون الامر واضح بالنسبه للجميع، من شركه فرنسيه اسمها تران. هذه الشركه هي براند على مستوى العالم. تم التدخل من قبل شركتين تركيه وبمساعده موظفين من داخل صحه نينوى. واكيد يعني احنا اليوم من نتكلم على مدير صحه نينوى، لان الموظفين وهذه الدائره تتبع مديرها. هذا الكتاب قدم على ان يتم اضافه مناشئ اخرى، منشا امريكي ومنشا ايطالي ومنشا تركي. وتحديدا اليوم اللي حيصير انه يتم الذهاب لتجهيز هذه المستشفى من ناحيه التشيلر التبريد والاجهزه الميكانيكيه من البراند التركي. شوف عيني ايش مكتوب بالكتاب، يقول بسبب ظروف جائحة كورونا، حتى اختصر الوقت، والتي عطلت من مشاريع عمليات التجهيز والمواد اللي هي تران، يقترحون ان يتغير المنشأ الى امريكي وايطالي وتركي. بسبب جائحة كورونا، والكتاب بيا تاريخ، الكتاب بتاريخ 23/11/2021، يعني صار لنا سنتين من بدء كورونا وانفتحت النقل وفتح العالم. زين، هل هذا سبب اليوم ان اغير منشا وايش مكتوب؟ علما ان هناك اجهزه بنفس السعر، يعني تم تغيير المنشا من منشا عالمي، من براند عالمي الى منشا تركي وبنفس السعر. دائرة النزاهه خلي تفتح هذا الملف وتشوف قيمه صفقه الفساد وتغيير المنشا ايش قد راح يغير من المبالغ اللي حسب المتوقع يتجاوز المليار دينار عراقي. هذه الملفات اللي موجوده، وهاي الملفات اليوم هاي على وسائل الاعلام ممكن ان نزودكم بها ويكون مطلعين الامر. هذا الملف اليوم ينتظر توقيع من احد المسؤولين داخل صحه نينوى حتى يمشي هذا الموضوع. ما نطلبه من النزاهه ان يوقفون هذه الكتب وان ترجع للمنشا الاصلي، لان بالتالي اليوم هذا هدر للمال العام. واسف على الاطاله. نعم، كان للمنظمات الدولية، مرحبا بك مجددا أستاذ، دورا واضحا في إعمار المحافظات المحررة، ما دورها في نينوى؟ عفوا، المنظمات الدولية؟ نعم، كان لها دورا واضحا في إعمار المحافظات المحررة. المنظمات الدولية بالنسبة لنينوى، ما يعني ماذا عن هذه المنظمات او إعادة الإعمار لنينوى؟ من أيام التحرير، منذ سقوط الموصل وأيام التحرير، كانت الجهد الأكبر بالتجهيز. احنا كنا نعمل كمتطوعين، كمنظمات مجتمع مدني، كفرق تطوعية، كانت مساندة إن المنظمات الدولية بشكل كلش كبير. احنا شفنا أطباء بلا حدود كانت فاتحة مستشفيات متنقلة، المستشفى الأمريكي كان موجود أيضا مفتوح. لولا المنظمات الدولية منذ أيام التحرير مدينة الموصل وعمليات التحرير، وإلى اليوم للواقع الصحي تعبان بشكل أكثر. احنا اليوم من نراجع أي مستشفى حكومي نلقي جهد كبير من قبل الأطباء، من قبل الممرضين، ولكن اليوم محددين. تشوفين أنه تتراجعين المستشفى، ممكن أمور كلش بسيطة تلقيها بالمستشفى، سرير ما تلقين، كانيولة هي بشكل بسيط ما تلقين، لفاف وشاش بالنسبة للأمور الطبية ما موجودة. زين، هاي الفلوس وين عتروح لولا تجهيز المنظمات الدولية وفتح مستشفيات؟ وإلى الآن مفتوحة مستشفيات تابعة للمنظمات الدولية، ولا وضع الصحة مزري بشكل أكثر مما هو عليه الآن؟ يعني سعد، ما أعرف الوثائق اللي حملتها قبل قليل واللي تحدثت عنها قبل قليل كلها عبارة عن مصايب وكوارث حقيقة. يعني ما راح أسألك هذا السؤال التقليدي اللي هو وين دور وين دور اللجان الرقابية ووين النزاهة من كل ذلك؟ إذا واصل لناشط حضرتك شباب وناشط واصلت كل هذه الوثائق فأكيد واصل للجهات المعنية. لكن اللي أريد أسألك إياه، يعني من خلال متابعتك أنت وأكيد عندك علاقات بالجهات المسؤولة، تعتقد أكو تعمد بهذا الهدر؟ يعني أنت تتحدث، يعني أبسط شغلة اللي ذكرتها، معقمات بمليار دينار عراقي بظرف 6 أشهر، مليار دينار معقمات، وأنت ترجع وتتحدث بأنه حسب الوثائق اللي عندك بأنه كل الموجود المستشفيات اللي موجودة أكو منظمات دولية هي اللي جاي يعني تراعي الوضع في هذه وتعطي وتمد هذه المستشفيات بلوازمها. أنا ممكن أذكر لك مثال بسيط حتى أربط لك هو في موضوع المعقمات. أيام كورونا
أنا من الشباب اللي حال كثير من الشباب الموصل أعمل في فرق تطوعية. من كنا نعمل متطوعين في موضوع الحجر الصحي وغير الحجر الصحي، من كنا نراجع مستشفيات ما بيها مواد تعقيم في جائحة كورونا، كنا ناخذها تبرعات من الأهالي فلوس ونشتري معقمات ونجهز بها مستشفيات الدولة، وتالي الملفات اللي تطلع في صحة نينوى يطلع قرابة المليون دينار معقمات. وين هذه عتروح هذا الموضوع؟ اثنين، انت اليوم ذكرت لي انه اني شاب وصلتني هاي الملفات، اكو ملفات ممكن ان تكون اخرى عند غيري او عندي او كل من متابع للشان الصحي او الشان العام في محافظه نينوى، ولكن اليوم انا عتبي على 34 نائب في يمثلون محافظه نينوى، هم يمتلكون الحصانه واحنا ما نمتلك الحصانه، عليهم ان يتحركون، اليوم هذه رساله لل 34 نائب من مواطن من شاب من محافظه نينوى. يا نوابنا الكرام، يا ال 34 نائب اليوم، إذا يبقى وضع صحة نينوى بهذا الشكل، ترى الشارع كلام الشارع ولسان الشارع يقول أنتم مستفادين من فساد دائرة صحة نينوى. هذه رسالة باسم الشارع وباسم الناس اللي تتكلم معانا وتحملنا أماننا من نخرج لوسائل الإعلام أن ننقلها للنواب لأنهم ما عيشوفوا. باسم الإنسانية نتحدث يا سعد، ولأنه ما عندك حصانة وخوفا على حياتك، لانه هذا موضوع حساس بالتالي، يعني اذا نتحدث عن هدر بالمليارات، هذه الجهات اللي تقوم بهذه الهدر، طبعا الجواب براحتك اذا حبيت تجاوب او ترفض براحتك، هذه الجهات جهات داخليه لها علاقات بجهات سياسيه داخليه، شنو هاي الخلطه العجيبه وهاي التركيبه؟ سيدي الكريم، احنا ما ظل عندنا شيء ما خسرناه. خسرنا شهداء وفقدنا عوائل وخسرنا مدينة، فما ظل عندنا شيء نخسره، وعادي أسولف لك بالشيء اللي يخطر في بالي ويجي على بالي. هاي الأمور اليوم كل اللي عتشوفه أنت من أرقام هي أرقام كلش بسيطة بما يحدث. قسم من الشارع يسمي دائرة صحة نينوى بدائرة 10%. اليوم الفساد في صحة نينوى هي عبارة عن حلقة فساد وليس شخص واحد. الجهات الرقابية تنفتح اليوم. اليوم مدير صحة نينوى يمكن من أكثر، يمكن يحطم الرقم القياسي بأعداد الدعاوي القضائية اللي صارت عليه، ويفوت للمحكمة ويخرج من المحكمة وينحال عن نزاهة، وتجد اليوم ملفات مفتوحة بحق دائرة صحة نينوى. زين، اليوم هاي رسالة أيضا لحكومتنا المحلية، عليها أن الطالب، هل هذا واقع الصحي اليوم؟ هم أنتم موجودين بالمحافظة، هل هذا واقع الصحي يرضيكم؟ أي واحد بيكم اليوم مسؤول يتمرض، هل راح يتعالج في دوائر صحة نينوى ومستشفيات صحة نينوى؟ راح يشوف له مكان مثل ما أنا أروح على المستشفى وما أشوف لي مكان؟ اليوم كل اللي عن نعمله هو مستشفيات كرفانية، تروح تعالج مستشفيات كرفانية، ووزارة الصحة أنطت كتاب على أنه المستشفيات الكرفانية من بعد الحرائق اللي صارت بالمستشفيات بالناصرية وغير الناصرية والمكان، أنه منعت المستشفيات الكرفانية، وإحنا إلى قبل مدة كلش بسيطة تم افتتاح مستشفى كرفاني. هذا ما هدر بالمال العام، هذا ما هدر بأرواح الناس، ممكن أن يصير فد مشكلة. يعني هاي الملفات قلت لك، هل اللقاء ممكن راح يكون مختلف لأن وصل وضع الصحي في دائرة صحة نينوى وفي محافظة نينوى. أكو اليوم مناطق كبيرة بالأقضية والنواحي ما بها مستوصف صحي. نعم. يضطر أنه يمشي 30 إلى 40 كيلو ليصل أقرب مستشفى له، إن كان في قضاء أو في مدينة الموصل. هذا يصير على مدينة مثل مدينة الموصل ومحافظة نينوى؟ نعم. الناشط سعد الوزان، شكرا لانضمامك معنا ولتلبيتك دعوة الحوار.